السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المعتمرين الجدد. ونواصل المواضيع عندنا فيما يتعلق بحقوق وواجبات الموظف العمومي. من بعد واحد السلسلة ديال العروض اللي طحنا فيها الحقوق والواجبات، فغنعرضوا هاد الحصة موضوع تحت عنوان الطعن في القرارات ديال نقل الموظفين. الطعن في قرارات نقل الموظفين، فما كاينش أو ليست هناك قرارات إدارية تثير إلى شكاوى الموظفين وتدفعهم للتظلم أو الطعن فيها لدى الإدارة أو القضاء أو هما معاً، مثل ما تثيرها قرارات النقل. والسبب الأول هما هناك سببين. السبب الأول هو أن النقل من أهم الحقوق المرتبطة بالوظيفة لما له من انعكاسات وأثار على استقرار الموظف في وضعه الاجتماعي والاقتصادي والنفسي بطبيعة الحال. والسبب الثاني أن المشرع المغربي منح الإدارة حرية التصرف في تنظيم حركة نقل الموظفين، ولم يفرض عليها أي مسلك تتبعه في هذا المجال سوى مراعاة المصلحة العامة وفي درجة أدنى طلبات الموظفين وكذا حالتهم العائلية. ودائما تبقى ضمن الحدود الملائمة لمصالح المرفق الإداري، وبديهي والحالة هذه أن يحصل التعارض بين مصلحة الإدارة ومصلحة الموظف، وتنشب النزاعات بشأن تأويل قرارات النقل ومشروعيتها، فيتهم الموظف الإدارة بكونها تستتر وراء المصلحة العامة بفرض الإضرار به أو الانتقام منه، أو معاقبته بغير الطريق التأديبي، وأن قراراتها هذه حينما تصدرها بدون رغبة الموظف تنطوي على عيب إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها، مما يخرجها عن نطاق المشروعية، بينما تتمسك الإدارة بكون نظام الوظيفة العمومية وقوانينها يسمح لها بنقل الموظفين من مكان إلى آخر ومن عمل إلى آخر، أو تسند لهم مهاما جديدة، وكل ذلك يدخل في مجال السلطات التقديرية التي يخولها لها القانون، ومناط هذه السلطة تقديم المصلحة العامة على مصلحة الموظف. إذن هذا كله ما يخص بالطعن في قرارات نقل الموظفين العموميين، ونقف في هذا الحد على أن نتواصل عما قريب في حصة قادمة، وبالتوفيق والنجاح.